منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا وإليكم أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح معرض الإنتاج الجزائري ويؤكد على ضرورة التوجه نحو صناعة ميكانيكية حقيقية متكاملة، ويكشف عن إنتاج محلي لزيت المائدة من الحقل إلى المستهلك شهر أبريل المقبل. رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز قصر المعارض الجديد بالعاصمة، ويؤكد على أهمية المشروع في تثمين المنتوج الجزائري، ويدعو إلى استحداث نقاط عرض دائمة للترويج للعلامة الجزائرية بالعواصم الإفريقية. بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بحث فرص الشراكة الاقتصادية ضمن أشغال مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي بواشنطن، والوزير الأول يؤكد على ترقية مناخ الأعمال في ضوء قانون الاستثمار الجديد. استحداث مركز بحثي باسم الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي ومؤسسة إفريقية حاضنة للعلماء معززة للفكر الوسطي في مخرجات ملتقى الجزائر الدولي. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. بداية، إذن أشرف أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على افتتاح طبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض الصنور البحري تحت شعار نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتفتح. كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله إلى قصر المعارض وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، ووالي العاصمة محمد عبد النور ربحي، والمدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير الطيب زيتوني. ليشرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على الافتتاح الرسمي للطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري. السيد رئيس الجمهورية وقف في مستهل زيارته لمعرض الإنتاج الجزائري في طبعته 30، وقف مطولا عند جناح وزارة الدفاع الوطني، حيث استمع بمجمع ترقية الصناعة الميكانيكية إلى شروحات وافية عن قدرات الإنتاج الصناعي والتطور الذي تشهده الصناعات العسكرية بوحداتها المنتشرة عبر مختلف النواحي. السيد الرئيس اطلع عن كثب على أفاق عمل المؤسسات الصناعية العسكرية ومدى إسهامها في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية الوطنية، ليتنقل بعدها السيد الرئيس إلى جناح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. السيد رئيس الجمهورية طاف بمختلف أجنحة الصناعات الكهرومنزلية، الكهربائية، الإلكترونية، صناعات النسيج والأثاث. كما توقف السيد الرئيس عند الجناح المخصص للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والفوسفات، لاسيما رواق مجمع سوناتراك وجناح مجمع صناعة الأدوية سيدال، ليتوجه بعد ذلك السيد رئيس الجمهورية إلى أجنحة أخرى ضمت الصناعات الغذائية، حيث تلقى السيد الرئيس عروضا حول سيرورة الإنتاج الفلاحي بهذه المؤسسات الوطنية، كما استمع لانشغالات المستثمرين والمنتجين الوطنيين. السيد رئيس الجمهورية أكد على ضرورة التوجه نحو صناعة ميكانيكية حقيقية ومتكاملة. هذا الان اللي راه يمشي في الشاحنات العسكريه وفي الشاحنات تاع الاسنديه، كل شيء مصنع، كل شيء مصنع، هذه مصنع هنا في قطعه كامله مصنعه ونركبوها، يولي ان بون كوم. هذه خطوه كبيره، هذا 100 في الصناعة الميكانيكية، في الصناعة الميكانيكية، وهذه القاعدة اللي درناها الجديدة، تبدا مثلا من لا فوندري، لا فورج، لومبوتيساج، لا تولري، إلى فابريكاسيون حتى للبريسيزيون. وهذا يجسد الكلام اللي قلتو، أن اليوم لوكوموتيف تاع الاندسترياليزاسيون تاع التصنيع الميكانيكي هي الجيش. برك أنا من التركيب فقط، التركيب ولا لازم نصنع بعض، ولو يعني ادماج نتاع 40-50% رانا انتصار كبير، انتصار كبير، وتكون فيه المداوله
مداومه مع الجزائريين الاخرين حتى الخواص يديروا في القصوص ريتونس وزاره ان بي اس بدا نخلق حركيه وصناعه حقيقيه ميكانيكيه ان شاء الله. وبجناح وزارة الدفاع الوطني دائما أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة استحداث ورشات خاصة بإصلاح السفن والبواخر الكبرى وفق المعايير الدولية. احنا نفضل باش في الشرق في الغرب في الوسط يكون فيه ديك الرشاش تاع تصليح البواخر الكبار لي شاليتي فوق لي شاليتي. نعم سيدي. في أقرب وقت. نعم سيدي. بالك احنا الباخرات نتاعنا سيرتو نتاع المسافرين تتطلب تقريبا كل خمس شهور ست شهور مانتونونس تري ابروفوندي فيه اكتضاد في بجايه فيه اكتضاد في مصر كبير خصنا دوت كارتيج. نعم سير اوبليغاتوار. نعم ان شاء الله. نعم سير. رئيس الجمهورية أمر بالتسريع في تسليم العقود الخاصة بسكنة عتل. حالك بالنسبة لواصلنا؟ احنا تقريبا على المستوى الوطني احنا تقريبا على المستوى الوطني رانا في 60-70%. ناخذ كمثال يعني عينة اللي مشينا فيها مليح سكنة ال بي بي. الآن سكنة ال بي بي على المستوى الوطني كلها للعقود ولليفر فونسي اللي بيرميت كونستروير يعني ايطابي يعني أي واحد يدفع 100% من المستحق نتاعو يتحقق على عقد الملكية تاع السكنة. كالدولة تعطي المثال في لو ريسبي دو لا لوا. لا ريسبكت التاكس افون يسكن في سكنه ومن بعد توقع مشاكل عائليه وتوقع وفاه وتوقع كذا وتخلق نزاعات وشكون يورث واش يورث الى اخره. الانسان اللي دفع في السكنه تاعو يدي عقد الملكيه الى اوفيس كيل براسو. احنا مشينا حتى مع سكنات عدل وين قلنا لهم اللي يدفع المساواه تطبيق التعليمات يعني السيد رئيس الجمهوريه انه حتى الانسان اللي يسوي الوضعيه تاعو ب 100% ويدفع المستحقات تاعو قبل يعني الانقضاء 25 سنه تنقص 10% وحنا رانا نطبق فيها الان. لا 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 شو الان دخلت في التقاليد تاع البلاد حاربوها وحاربوها 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 خرج في التفاصيل. اليوم الحمد لله الوزاره تدافع عليكم والرئاسه تدافع عليكم والحكومه تدافع عليكم. اذا المفروض يعني ما فيش مشاكل. عندكم بنك تاع السكن دروك. نعم المفروض لا ديال ما تقعدش مع السيبير تشوف رميت الحب طبيعه الحال. سمعت لا ديال هي شبه اجتماعيه ماشي اجتماعيه 100% ولكن فيها 50% اجتماعيه. الناس تدفع راهم يدفعوا ما راهش يسكن باطل. لا لا يدفعوا اذا فو با ابوندوني هذا السيستم. وخلال معاينته لجناح العجلات المطاطية دعا السيد رئيس الجمهورية دعا إلى الحد من استيراد ما ينتج محليا شريطة الرفع من الإنتاج وتلبية احتياجات السوق الوطنية. لحد الآن ما منعناش لامبورتاسيون دي بنو. مازلنا مسرحين لامبورتاسيون دي بنو. أنا مدابية يوم من الأيام نوقف لامبورتاسيون باش نستهلك البنو تاعي. لما نشوف أنا 2 مليون دو بنو. Très peu, ça couvre les besoins de 300 000 véhicules par an. 300 000 à 400 000, pas plus. Des millions. Alors qu'on a des millions de véhicules. C'est plus de 4 pneus par véhicule. Donc, une production de 10 millions, où il y a un peu de l'intérêt. Alors, il faut être ambitieux. J'ai vu le SNATAC. À son démarrage. C'est une excellente chose. بدات كيما هكذا صغيره بدات تتوسع بداو يدرسوا في السوق ويدرسوا في السوق المحلي ويدرسوا بلوس لينوفاسيون. ولدى وقوفه عند عدد من أجنحة الأجهزة الكهرومنزلية بالمعرض شدد رئيس الجمهورية على ضرورة دعم وترقية الصناعة الكهرومنزلية. الكتروميناجي vous avez un bon héritage. L'héritage تاع لينيام معروف حتى عند الزيميغرين تاعنا معروف. سي
ما فيش لا بروغراماسيون بور لوبسوليسونس. يعني لما يشري واحد يشري كوزينيير كيما هذه تقعد ليه ويفوتها لولده اذا كان لازم. دونك سو ماتيريال هذا مطلوب 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 في افريقيا، مطلوب حتى في المغرب العربي، لان العتاد الاخر المستورد من عند الكبار الصناعه هذه الفكره نتاعهم هي قطع الغيار، كيفاش يبيع لك لابياس ديتاشي، كيفاش يطيحوا نوصل ليسونس. اذا المواطن الافريقي ولا المغاربي ولا لما يشري يفضل يشري هذه تقعد له جيل جيلين. لما تشوفوا انتوما باللي فيه اون كونكورونس دي لويال، جماعه يمشوا يستوردوا لو توك بادغام بور فو كونكورونسي هنا، خبرونا ممنوع ممنوع حاجه اللي ننتجها انا ممنوع تجي من الخارج، بصح بشرط انني نحترم الذوق تاع المواطن والجوده. في 2022 ان الاوان ان يكون لنا انتاج كهرومنزلي جزائري ولو بنسبه 60 70% معليش، باش نزيد كما كانوا يديروا الجماعه يستوردوا مكونات تاع مبرده تاع ريفريجيراتور ويركب هنا يقول لك انا ندير في الصناعه، ماشي صناعه سا سي لا سبيكولاسيون. وهذا شيء موجود يعني، يعني مازال كاين سي انتردي. احنا نطلبوا الحمايه للمنتوج الجزائري. انا نقول لك سي انتردي، انا نخلي السوق الوطني يبقى للمنتج، انت تربح الخزينه العموميه 10 ملايين دولار، الاخر يربحها 15، الاخر يربحها في النهايه نوجد روحنا بانتاج وطني اللي فوق ال 15 مليار خارج المحروقات. ان شاء الله بكم انتوما بكم انتوما وبالحمايه التامه. انا نقول لك يفو با يزيتي، انا ما رخصت حتى الواحد باش يركب. قلنا التركيب اللي كان باقي لهم دي كونتينر بلوكي من بعد القرار تاعنا قال سرحوا لهم لي كونتينر باسكو راهم خالصين بور لا بليبار، كانوا خالصين ديجا، يركبوا هذا ويحبسوا التركيب سي فيني. الا كان راهم دايرينها حيله ويزيدوا يستوردوا باش يزيدوا يركبوا، هادو يتعاقبوا هما ويتعاقب اللي خلى هاد البضاعة تدخل. سي سكو جو فو دي لا سي اوفيسيال با بليز اوفيسيال سي بريزيدون كي دي. كما أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة حماية تثمين المنتوج الجزائري ذي واسم الجودة العالمية. تاع لي كافيتيريا سا مارش ولا؟ الحمد لله. كنت لبي وطالب الوطن وبار ثاني مع لي جون، لي جون كي ديمار هادي وشوفوا دير لهم تسهيلات، سيفو فوندر بار فاسيليتي بار، احنا ماذا بينا امور هادي ما تجيش تدخل من الخارج. سا سي بصح ملي تكون تكون لا بروتيكسيون ناسيونال تاع لا برودكسيون ناسيونال سا ندوا با بوسي ني لا سبيكيلاسيون ني لا فينيونتيز. المواطن لازم تجيه يعني منتوج وطني ذو جودة عالية جدا. صاركم تقدمتوا بزاف سي سي مام بور الكونتوار سا بيتر اميليوري سا بيتر. كاين الانتاج الوطني اليوم حتى بالنسبة للكونتوار، يا كاين الانتاج نتاع الرخام، كاين الانتاج نتاع لو كري كيما هذا، هذه راه حتى في طمن راس راه في انتاج تاع لو كري وتاع لو ان شاء الله غرانيت هو. الله يعاونكم. ولدى وقوفه عند جناح شركة البترو بركة دعا رئيس الجمهورية لضرورة رفع الإنتاج الفلاحي بالجنوب إلى ما لا يقل عن 70 قنطارا في الهكتار الواحد بالنظر إلى المقدرات الطبيعية المتاحة. اليوم ما كانش في العالم اللي يزرع قنطار في الهكتار، من زوج قطار من زوج قناطر وطلع باش تعطيك منتوج تاع 40 قنطار في الكتار ولا 45 قنطار ونسوا ندخلوا في الاكتفاء الذاتي بدون معجزه. سيد اليوم انسان اللي يستغل الاراضي في اقصى الجنوب يقول لك بافتخار راني درت اكثر من 50 قنطار في الكتار. 50 قنطار في الكتار تساوي 18 قنطار تاع الهضاب. الارض تاع الجنوب الماء والسمش تحت 70 قنطار في الكتار راه يضيع في وقته. فيها نوعيه تاع الشعير
يتقبل الجفاف وعنده روندمون انور تجد ريت. بجناح مجلسي التجديد الاقتصادي الجزائري بالمعرض دعا رئيس الجمهورية إلى أن يكون شهر أبريل القادم انطلاقة لإنتاج جزائري حقيقي لزيت المائدة من الحقل إلى المستهلك. في البروغرام تاع لا برودكسيون دي سكر بريوريتي من لا بيتراف من الشام حتى الكونسوماتور فكم الزيت الزيت بون إن شاء الله نوصلوا له في أبريل أقصاها أفريل ماي تكون عندنا صناعة نتاع زيت طويلة يعني بفضل الإرادة نتاع الرجال من الحقل حتى المستهلك باش ما نزيدش نستورد الويل بروت ونصفيها فقط ويعني وصبح نبقوا سجناء نتاع السوق الدولية نديروا السوق تاعنا وحده وهادو من المفروض الإخوان اللي دخلوا في الصناعة نتاع السكر لهم الحرية المطلقة للتصدير وكاين كاين فريمون السكر والزيت فيه طالب تاع تقريب كل افريقيا اذا واش راهم يستنوا رانا في 3 سنين نادي بهذا الكلام احنا ونادي ماري طري بيان رئيس الجمهورية بجناح مجمع صيدال اكد ضرورة ترقية عمل المجمع لتطوير صناعة الأدوية بالجزائر. صيدال حاولوا يقتلوها عاودوا حيوها نحيوها ان شاء الله نحيوها ان شاء الله. انا صيدال الا ما داتش 40 45% تاع السوق الوطني ما درنا والو هذا هو هلكوها رجعوها ل 4% باش يستوردوا الله نعاون نرجع للانتاج الوطني بور موا سي اون اندستري دو سوفرانتي سوفرانتي سانيتار سي لا سوفرانتي سانيتار تاعنا. السيد رئيس الجمهورية ولدى زيارته لجناح الصناعات البترولية التابع لمجمع سوناتراك جدد تحياته لكافة عمال سوناتراك وسونالغاز ونفتال نظير المجهودات المبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية داعيا إلى ضرورة العمل على مضاعفة إنتاج الغاز للمحافظة على كميات التصدير المسطرة. Ce mois, nous avons fait un record pour les exportations vers l'Italie. Ce record, nous ne l'avons pas fait depuis 2011. Si on peut arriver à l'année 2023, Inch'Allah, ce n'est pas des chiffres confidentiels, c'est des chiffres grand public. Oui, oui. C'est, on est à 102 milliards à peu près, mètres cubes de production. On consomme presque la moitié. Il faudrait maintenant presque doubler. Ou au moins produire en plus la consommation interne. Il faut arriver à 100 milliards nets pour l'exportation. Ensuite, sur le plan du traitement des richesses minières, تحويل المنتوجات الأخرى والمنتوجات تاع الصناعة التحويلية تفوق القيمة تاع المنتوج الخام. رئيس الجمهورية أمر بإقامة معارض دائمة للمنتوج الجزائري بمختلف الدول الأفريقية. اون فوار بيرمانونت دي برودوي الجزائري. كل جزائري كل إنتاج جزائري يشارك فيها اللي يشارك بالإلكتروميناجي اللي يشارك بزيت الزيتون اللي يشارك بأمور أخرى. Mais le produit est là devant tout le monde, débris. Et c'est au redmer le Jazeel, il y a le carnet de commandes, etc. Mais il faut le faire, il faut y penser. Surtout nous, à Kshot, fait Dakar ou fait Niger, Niamey. Okay. Les trois pays demandent le terrain, même à titre locatif, nous fait des hangars à 1000, à 2000, ou à 4000, ou 5000 mètres carrés. Toute la production algérienne qu'on expose pour la vente et pour la commande. Madame. رئيس الجمهورية وفي ختام زيارته لمعرض الإنتاج الجزائري استمع إلى شروحات حول مشروع إنجاز قصر المعارض الجديد بالعاصمة.
ليضع بعدها حجر الأساس لهذا الصرح التجاري الواحد. هذا وتتابعون اليوم عقب نشرة الثامنة صفحة خاصة حول إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الافتتاح الرسمي لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض الصنوبر البحري. في التعاون الجزائري الأمريكي وممثلا لرئيس الجمهورية، يشارك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في أشغال القمة الأمريكية الإفريقية الثانية التي تحتضنها العاصمة الأمريكية واشنطن. على هامش القمة ضمن مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، عقد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لقاء مع رجال الأعمال بهدف بحث فرص تعميق وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وجلب المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين للاستثمار في الجزائر في ظل الترسانة القانونية التي أرستها الجزائر في إطار الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما يجب التذكير أن مثل هذه اللقاءات تأتي تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في تعزيز العلاقات والتعاون مع شركاء الجزائر وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي تتقاسم معها الجزائر إرادة سياسية مشتركة، وجب علينا اليوم استغلالها لترقية المحتوى الاقتصادي للعلاقة الثنائية بين البلدين. ولذلك فإن بلادنا الجزائر تتطلع إلى استغلال كافة فرص التكامل بين اقتصادي البلدين ورفع قيمة حجم الاستثمار على أساس مبدأ رابح رابح وزيادة قيمة التبادلات التجارية وتنويعها. ويأتي هذا اللقاء كذلك في ظرف تميزه حركية كبيرة تطبع العلاقات الثنائية بين بلدينا، لا سيما من خلال تنظيم آليات التعاون الثنائي وبالأخص الدورة السابعة للمجلس الحكومي الجزائري الأمريكي للتجارة والاستثمار، والتي توصلت إلى نتائج وتوصيات هامة يتوجب الحرص على تنفيذها وفق رزنامة زمنية محددة. كما ينبغي الإشارة بخصوص العلاقات بين بلدينا إلا أن الجزائر الشريك التجاري الثالث للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع محسوس مقارنة بالسنة الماضية. الوزير الأول أكد من واشنطن أن الجزائر أصبحت حاليا وجهة حقيقية للاستثمار بفضل الإصلاحات التي جسدتها الحكومة، لاسيما الإطار القانوني والتنظيم الجديد الذي يحكم ويحرر الاستثمار بالجزائر، حيث يتيح للجميع ودون استثناء أو تمييز بين المتعاملين الوطنيين أو الأجانب كامل الحرية في تجسيد مشاريعهم بالجزائر مع إرساء الشفافية والمساواة بين جل المتعاملين. كما يبسط قانون الاستثمار الجديد جميع الإجراءات، خاصة فيما تعلق بتحويل رأس مال المستثمر والعائدات الناجمة عنها. السيدات والسادة رجال الأعمال، لنتكلم لغة الصراحة، كلنا يعلم أن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يحظى بمرئية جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية ولدى المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين، لكن دعوني أقول لكم بصراحة كذلك أن هذا الوضع قد ولى، وأن الجزائر أصبحت حاليا وجهة استثمارية حقيقية بفضل الإصلاحات التي جسدتها الحكومة، لا سيما الإطار القانوني والتنظيم الجديد الذي يحكم الاستثمار في الجزائر والذي يرسخ مبادئ هامة وبالأخص حرية الاستثمار
إذ يتيح للجميع دون استثناء أو تمييز بين المتعاملين الوطنيين والأجانب المقيمين وغير المقيمين كامل الحرية في اختيار الاستثمارات مع إرساء الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات. كما يتيح أيضا هذا الإطار القانوني للمستثمرين فرص الاستفادة من العقار والعديد من الإعفاءات، ويبسط أيضا جميع الإجراءات لا سيما فيما يتعلق بتحويل رأس مال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، ويحمي حقوق الملكية الفكرية للمستثمر، وينشئ أيضا لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية، وهو ما يعكس عزم الدولة على حماية المستثمر وتوفير كافة الظروف لنجاح الاستثمار. في التعاون دائما، استقبل أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مطلع ممرة، استقبل وزير التجهيز والنقل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الناني ولد أشروقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. اللقاء الذي جرى بحضور وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخذ الرخروخ خصص لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كان لقاء أخوي تبادلنا فيه وجهات النظر حول المشروع اللي بتاعنا في الوقت الحالي، مشروع الطريق، لمشروع بالنسبة لنا استراتيجي وحيوي للمنطقة وللتكامل بين الجزائر وموريتانيا. فيه لجنة موريتانية جزائرية مكلفة بالتنسيق لهذا المشروع، وفيها كافة القطاعات سواء من جانب الجزائر أو من جانب موريتانيا، ونعمل إن شاء الله على قدم وساق من أجل بلورة هذا المشروع والتجسيد على أرض الواقع. محور تندوف زويرات شريان تجاري واقتصادي بين الجزائر وموريتانيا من شأنه الدفع بعجلة التنمية وفك العزلة في المناطق الحدودية. الربورتاج لأسيا غريب. على مسافة 773 كيلومترا يمتد طريق تندوف الزويرات الموريتانية، مشروع اقتصادي بهذا الحجم سيفتح آفاقا اقتصادية واعدة بين الجزائر وموريتانيا، ويبعث حركية اقتصادية خاصة في المناطق الحدودية المعزولة. ستكون الحركية التجارية الاقتصادية بين الدولتين، وسيعم الخير، وستكون هذه بادرة خير بين الدولتين، ومكسب استراتيجي، وسيعمل على خلق تبادلات تجارية وأكثر أيضا صادرات للجزائر نحو الدول الإفريقية عبر موريتانيا طبعا إلى السنغال وغرب إفريقيا. أيضا إنجاز الطريق إن شاء الله البري ما بين موريتانيا والجزائر إن شاء الله عبر هذا المعبر سيعمل أيضا على فتح أفاق جديدة. مشروع طريق تندوف الزويرات بعد افتتاح المعبر كنا نستناه بكل شغف، لأنه راح يكون شريان اقتصادي بالنسبة لولاية تندوف، يفتح عليها أفاق جديدة، وبالنسبة طهرا للجزائر راح يفتح عليها أفاق اقتصادية جديدة ويزيد نسبة الصادرات. مهمة إنجاز المشروع أوكلت إلى 4 مؤسسات جزائرية بيد عاملة مؤهلة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا. هذا الطريق يمكن من تنمية المناطق المعزولة، إذا سيفك العزلة عن المناطق النائية، ويمكن بالتنمية وتطوير الاقتصادي والاجتماعي، مما سيعزز التبادل والتعاون بين البلدين وكذلك مع البلدان المجاورة. وعلى المستوى القاري فالطريق هذا تندوف زويرات سيكون ممر دوليا للعبور، سيكون كوريدور دو ترانزيت انترناسيونال. المشروع بمثابة همزة وصل بين الجزائر وموريتانيا نحو شمال إفريقيا، يربط كلا من ليبيا ومصر وتونس عبر الجزائر، تعول عليه الدولة كثيرا لتنمية العلاقات الاقتصادية وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات. في موضوع آخر، ثمن المشاركون في اختتام فعاليات ملتقى الجزائر الدولي الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي المنعقد بعنوان الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها، ثمنوا الرعاية السامية لرئيس الجمهورية لأشغال الملتقى، اعتبروا كلمته خارطة طريق واضحة المعالم لضمان الاستقرار والتنمية بين شعوب العالم.
وأوصى المشاركون بإنشاء مركز بحثي باسم الإمام ومؤسسة إفريقية تكون حاضنة للعلماء ومعززة للفكر الوسطي. المتابعة لخليدة حجلتي. فكر العلامة الجزائري محمد بن عبد الكريم المغيلي استثمر في البعد الإفريقي ليكون اليوم أرضية للوفاق والتعاون البناء كخيار استراتيجي لإرساء الاستقرار والأمن والطمأنينة بين شعوب، ويستلهم من آثاره الرمز العلامة في جلسات علمية جمعت النخبة. جمع أصناف المجتمعات، وكان الملتقى في بلد الرجال والرجولة، بلد الجهاد ورمز البطولة. طرحت محاضرات في القمة تتناول جوانب عديدة، نقف بإكبار وإجلال لهذا الصرح الثقافي في هذا المؤتمر في هذا المكان في هذا الوطن. دخلت الجزائر وأنا مفاجئ بأننا أعتذر يعني بأننا رهاننا على الجزائر. كان مشايخنا يقولون لن يستقيم أمر الأمة الإسلامية والعربية إلا إذا وقفت الجزائر، فوجدت واقفة على أقدامها شامخة عزيزة أبية تمثل النخوة العربية الإسلامية التي ترفض الاستكانة وترفض الإهانة وترفض الانبطاح. الإمام المغيلي كان ملهم للعلماء، كان ملهم للمجاهدين، مثل ما هي الجزائر ملهمة الآن في العصر الحديث ونحن نحتفل بعيدها 60، عيد الاستقلال 60، هي ملهمة أيضا لحركات التحرر. إفريقيا تسجل إسهامات العلامة المغيلي الجزائري بأحرف من نور وفق منهجه الصحيح وتعاليمه السامحة الميسرة البعيدة عن التطرف العنيف والنزاعات. من خلال مختلف الورشات بشكل عام والورشة الشخصية التي شاركنا فيها، رأينا أن هناك طرح فكري نحو الوسطية والاعتدال، هذا أولا، وهذا ما أدى إلى تناقح الأفكار وصهرها في بودقة واحدة في تسليط هذا الضوء على هذا النموذج الإسلامي. الإمام المغيلي والآثار التي دونها لنا وتركها للأجيال القادمة، فالرجوع إليه ودراسة تلك الآثار والوقوف على مقتضيات أفكاره سيرجع بنا إن شاء الله إلى حياة مطمئنة سلمية. الشيخ عبد الكريم المغيلي كان له دور في إعادة بعث جسور الترابط وجسور التواصل في إفريقيا بالعمق. ملتقى ما شاء الله، ونشكر رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون والأحفاد اللي جاوا من هذه، مرحبا بهم في بلدهم الجزائر. تشكل هذه الندوة العالمية الضخمة التي تفضل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتنظيمها يعني تشكل قاعدة صلبة يمكن أن تستند عليها سياسته هذه السياسة المباركة. عزلاغ المغيلي معروف عالميا، الدول الإفريقية مدانت وسند دير أم نطفنت دغل هرت ويكنا الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي الجزائر الدول تيانغ الكمنين نفريقيا الحمد لله تنمت مسينا تنمت رئيسنا نغ التبون عزلا موسنين يركب المشايخ ننغ. الحمد لله لأنه أعطانا ربي قايد اللي يمل شمل الغالم كل أفريقيا لمها، وإن شاء الله إلى أمام من أجل ما قام به في إفريقيا وفي الجزائر. ها نحن ملتقون اليوم علماء وأهل الخير وأهل المعرفة والحكمة. لقد استطاع رئيس الجمهورية جمع إفريقيا برمتها، وهذا اللقاء يرمي على ما كان عليه الشيخ المغيلي، فنحن على ما كان عليه هو والعلماء سائرون إن شاء الله. الشيخ بن عبد الكريم المغيلي جهج ونشر الإسلام وخلات تاريخ طويل، ومشى البلاد نيجيريا والسودان وكانوا ولاد سعيد وتلمسان، وحنا يا التاريخ ان شاء الله الرئيس بينوا لينا وجمعنا في هذا المكان.
اللقاء العلمي للعلامة الرمز الموحد الملهم قاسم مشترك بين الجزائريين وشعوب القارة في ظل رهن جيوستراتيجي إقليمي وعالمي تحاول الجزائر وعبر كل الأجندات إرساء أمن واستقرار للمجتمعات الإفريقية ووحدتها. انطلقت أمس بالعاصمة فعاليات الندوة الخاصة بمشروع التوأمة بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي تحت إشراف الاتحاد الأوروبي. اللقاء الذي أشرفت على افتتاحه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة زوار بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، يهدف إلى تعزيز قدرات الوزارة والاستفادة من تجربة مجلس الدولة الإيطالي في مجال التشريع. دوليا وفي شأن الفلسطيني، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لثلاث سنوات قادمة بأغلبية 157 صوتا، وهو ما يمثل دعما سياسيا وماليا للأونروا للاستمرار في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين حتى تطبيق قرار الأمم المتحدة الخاص بعودة اللاجئين إلى ديارهم. ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني صباح أمس 21 فلسطينياً خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية، كما أقدمت على هدم 5 منازل سكنية شمال أريحة وتهجير سكانها، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. نختم نشرتنا من البويرة وبياض ثلج جبال تيكجدا التي تعززت هذا الموسم بمرافق جديدة وفضاء لعرض منتجات الحرفيين التي تشتهر بها المنطقة. وربورتاج لسهام سرسوك. ملامح فصل الشتاء ارتسمت في قمم تيكجدا، حلة بيضاء تعلن عن قدوم فصل الشتاء. المرافق السياحية بتيكجدا تتهيأ لاستقبال السياح بمنتجات سياحية تبرز الموروث الثقافي السياحي الذي تسخر به المنطقة. السيدة من زوغان مفتحن السم زوار نشتوى ذا قدي تيكجدا وميم طون بروفيتي ونوريو وش عندنا بلاصة توريستيك، ألوغ يزيدها شوية، يزيدها بزاف ماشي شوية، كيكون لي برودوي تيغوار كيما لي فروماج العسل. خاصة في الفترة هذه هناك بعض يعني الحرفيين اللي نعطوا لهم يعني رخص باش يستغلوا هذا الفضاء هذا، لأنه هذا الفضاء هذا يستقطب 58 ولاية، فبالتالي على الأقل واحد كيجي لهنا يلقى مثلا يدي هكذا بعض الأشياء اللي يشريها إلى آخره. إرث طبيعي في ديكور نادر على مستوى شمال إفريقيا، جعلت منها فضاء للسياحة الجبلية، له سمعته وله عشاقها. هي منطقة تيكجدا تبعد عن العاصمة بأزيد من 100 كيلومتر، تسمح لكل من وطأت قدمه ترابها بقضاء أيام ممتعة. احنا موالفين نجوا لهنا، تبدلت الحالة لهنا الحمد لله، يعني نقولوا راهي تطور الحالة، ومع هاد المناظر الخلابة كما رانا نشوفوهم في جبال تيكجدا يعني روعة روعة روعة. ماذا بينا تكون يعني هذه منطقة سياحية اللي ما تحبش كامل. فوالا سي لا بروميير فوا ندير تيكجدا، وما شاء الله تشوفي الثلج لي سانج لا غير مناظر خلابة. استفادت الحظيرة الفندقية بتيكجدا مؤخرا من عملية تهيئة وتوسعة، حيث تعززت بهيكل سياحي يسع قرابة 400 سرير. المركز استفاد من وحدة جديدة اللي راهي في مرحلة التأثيث لطاقة استيعاب تاعها حوالي 172 سرير، أيضا فيه ترميم وحدتين جديدتين اللي أيضا راح يستفاد منهم المركز بعد أشهر قليلة إن شاء الله، واحدة راح يكون طاقة استيعاب تاعها حوالي 160 سرير والأخرى حوالي 70 سرير. يعني الهدف تاعنا في المركز دائما هو يعني زيادة في عدد الأسرة، لأن نشوف الطالب أكثر على هذه المنطقة، لأنه منطقة تيكجدا تعتبر من أجمل المناطق في شمال إفريقيا. تيكجدا معلم سياحي جبلي بامتياز وقبلة كل من يبحث عن الهدوء والسكينة بين أحضان الطبيعة، عنوانها الجمال. نشرتنا تمت مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، ليلة هادئة وسلامة.